السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، اهلا وسهلا بكم مجددا في فيديو جديد وفي يوم جديد. نتمنى واش تكونوا بخير وعلى خير. اذا الفيديو ديالنا ديال اليوم كما كتشوفوا معايا على الصورة غيكون على كيفاش نخدموا الضو في واحد بارتمان ولا واحد الدار. يعني اول عملية اللي كدار بها غنحاولوا نهضروا على جميع المراحل كاملة نزول عند رغبة بعض المتابعين. ولو كنت اول مرة كتشوف الفيديو ما تنساش تشترك في القناة باش تبقى وصلك ديما الجديد. اذا هذه المرحلة الاولى اللي كدوز هو اننا كندوزوا هاد التيوات ديالنا كاملين كنفرقهم وكندير واحد سكاتورات، يعني واحد البواطات كيكونوا مجموعين في واحد زونة يعني معزولة بوحدها، وكندوز كاع التيوات ديالنا في الارض كاملين مستيكين وكنربطوهم يعني بواحد السلك ولا واحد الطرانشة في الارض كيكونوا مربوطين عندنا مزيان. وكندوزو التوبو ديالنا كاملين وكندخلوهم يعني كنخرجوهم واحد الجنب، باش من بعد كتجي المرحله الثانيه اللي كدوز عليها كتغطي لنا هاد التيوب ديالنا هادو كاملين. هذه هي المرحله الاولى اللي كدار عامه في الخدمه كلها، يعني كندوزو التيوب ديالنا ستيكوهم كاملين. كما شفتوا معايا هنا راه كنخدمو حتى باللوانات بالنسبه للكحل، التيو الكحل كيدوزو كندوزو فيه الخيوط ديال الضو، والتيو الخضر راه كندوزو فيه ديال البارابور، والزرق راه كندوزو فيه ديال الانترنت لا هو ولا التيو ارانشوني. كما كنتو معايا كنتقبو كندوز التيو ديالنا كنخرجهم على برا، باش من بعد فاش كيجيو مول سميتو اللي غيدير لينا الكايس تما كيغطينا على التيوات كاملين. كما شفتو معايا هذه المرحله الثانيه اللي كتجي وهو انهم كيجي الماراتور، يعني كيجي البناي وكيغطي لنا على التيوات اللي حنا دوزناهم في الارض كاملين، يعني كيدوز لهم الفورمه ديالهم كاملة، كيدوز فورمة كيغطي عليهم باش التيوات كيبقاو لنا شادين بلاصتهم مزيان ومقادين. ولكن حنا راه حنا كنبقاو خارجين بالتيوات ديالنا، يعني كيكونوا ديجا خارجين حيت هنا الأغلبية في الخدمة هنايا الخدمة الجديدة يعني مبقاش الترز ديال الحيط ولا التركب ديال البواطات في الحيط. الحيط كما كتشوفوا معايا كيبقى صاير مكيتقاش كاع، وكيجي من بعد كارتون جيس ولا كنسموه حنايا القبص بحال القبص ديال المغرب اللي كيلصق وكيدوز. من بعد كتجي المرحله الثالثه. المرحله الثالثه كما كتشوف معايا على الصوره هي يعني انك كنجي لك الساعات كيكون عندك ديك التخطيط انت كل يعني بريز فين غيكون ولا ديريكتور ديال فين غيكون. كنجيو هنا كنلصقوا حنا هاد السكادورات، يعني هاد البواطه ديالنا كتجي كتلصقهم. بالنسبه للتلصق ديالهم راه غالبا كيكون دايز كارتون جيسو، كنلصقهم غير بالفيسات وكنشدو على العبار البيزوره اللي غيجي الكارتون جيسو باش كيجي فيني. من بعد كما كتشوفوا معايا كندوزو كاع البواطه، كاين اللي كتكون عاطيه بحال هادو اللي كنلصق فيهم دابا كيكون في المهم الداخل، يعني كاينه كاميرا الداخل، اما هذه اللي عاطيه هنا راه كتكون على برا في الكولوار كتشعل. كنلصقوا السكاتولا ديالنا وكنسدو ديما كما شفتوا معايا في الصوره، كنسدو ديك التيول كنسدو ليهم الرزيل باش ما يدخل فيهم حتى شي حاجه. هذه جهه اخرى، يعني الا كان عندك غير القبص بحال ما هكا كتقب وكنتقبوا واحد السيكروس بحال ما هكايا وكنديروا على حسب الميزوره ديال السكاتولا. بالنسبه للميزورات الناس اللي كتسول لي على الميزوره ديما في التعاليق كتقول لك شحال كتخلاو ديال الميزوره. بالنسبه للميزوره يعني من الارض للفوق عامه هنا ستوندر بالنسبه للخدمه في ايطاليا كنديرو كنخليو على 30، يعني من 30 من البواطه لتحت هذه اللي كتبقى كما هنا متراسي راه متراسي على 30 وكنتقبو. من بعد كنقطعو بواحد المنشار كنفينيو فين تركب لينا البواطه وكندخلو في البواطه في بلاصتها وكنفيسيوها بالفيسات وحنا سالين، يعني ماشي شي عمليه اللي كتقوم انك بحال الخدمه ديال شحال هادي ولا بحال الخدمه ديال المغرب، يعني انك تخلط القابص ولا كتهرس في الحيط وخصك تسد عليها وتسنى حتى تنشف. حنا هي الخدمه شويه سهله، كاينه شويه الخدمه ولكن الخدمه كدوز كاع مطر، يعني الخدمه ملي كيكون عندك مقاومه راه كتكون خدمه سهله وكتطلع خدمه نقيه. هنا كما كتشوف معايا راه كنكراتي على حساب باش نلصق البواطه، صافي كنحيد لي هاد الجنب هادو هما اللي بقاو وكنخشف بواطا تما وكنزيرها بالفيسات وصافي. يعني هادي هي المرحلة التالتة اللي كتجي. من بعد هاد المرحلة هادي يعني فاش كنلصق البواطا ديالي كلهم، يعني كندوز على البواطات ديال الدار أو ديال الفيلا اللي أنا خدام فيها، يعني كنلصقهم كلهم من تحت حتى الفوق كنفيني البواطا ديالي كلهم. هنا من بعد كيجي من وراء الكارطون جيسو الا كانت شي حاجه من الكارطون جيسو، الا كانت شي حاجه مازال ما مسدوداش ولا شي حاجه شي بارتي ديال الكارطون جيسو مازال ما مقاده كيجي هو كيسدها وكيقادها. من بعد كيبقى ليا انا خصني نرجع ديك الساعات باش نتيري الخيط، يعني من هنا فاش غنبدا نتيري الخيط شنو كنجي اول عمليه اللي كنقوم بها هو يعني كنجي لهاد التوبوات هادو اللي بقاو خارجين، يعني كنقطعهم كناخذ واحد فوربيتي واحد المقص كما كتشوف معايا الصوره وكنحاول نقطعهم كاملين. هادو مثلا هما سكاتورات اللي قلت لك، يعني كل توبو كيجي يركب لينا هنا في هاد البواطه كما شفتوا معايا على الصوره بحال هذه الطريقه. كنجي كنقطع عليهم الريوس ديالهم كاملين كنفينيهم كنخلي البواطات يكونوا مفينين، كندور على البواطات كلهم كنقطعهم يعني كنفينيهم باش يبقاو ليا مفينين كما شفتوا معايا على الصوره بحال ما هكا خصني نقطع عليهم كاملين. باش تجي لي المرحله اللي من بعد هذه، المرحله اللي من بعد هذه اللي غتجي وهي المرحله ديال التراز ديال الخيط. هنا كنبداو المرحله هذه كتبدا لنا في التراز ديال الخيط، يعني كنوجد الخيوط ديالي كلهم خيوطه. بالنسبه للخيوط غالبا البريزات، يعني كاين الفرق ما بين الخدمه هنا والخدمه في المغرب، يعني في المغرب كيكون كاين اللوانات وهنا كاين اللوانات مختلفين، ولكن ماشي هذا هو الاهم.
انا كندوز كمدنتير، يعني مكسرات البواطا ديالي هما اللي كيمشيو. هنا الاغلبيه كيجمعوا ليا البريزات بوحدهم، وديال الضو كنفرقوا الضو والبريزات بوحدهم. هنا كمدنتير الخيوطه ديالي كلهم. فهاد المرحله هذه كتطلب ان ضروري يكون واحد زوج، يعني واحد اللي يدفع والاخر اللي يعني اللي يعاونوا في تيراج ديال الخيط. يعني كنتي بوحدك مشتي هنا، يعني غيكون شويه ديال الصعوبه انك باش تيري الخيوطه. الا كان واحد بوحدو كتجي شويه صعيبه انك تيري من جهه وتزور من جهه. يعني هذه هي المرحله اللي قلت لك الرابعه اللي هضرنا عليها. يعني من بعد كنعمر هذا، يعني هاد السكاتور اللي كيبانوا لك ديال البواطات، يعني كندوز كنعمرهم كامل. بالنسبه للبريزر كنتير الخيوطه ديالهم، بالنسبه ل يعني الا كان عندي شي فاي بيانات يعني كندوزهم. كان عندي مثلا اي حاجه لاريفي اللي غيمشي ديال المكانه حتى هو كنخدمو به بالكابل ديال الديس، يعني هو كنهبطو كنحيدوه. الكابل ديال البارابول تا هو كيتيرا الكابل، يعني اي خيوطه كما كانوا اللي خصهم ناقصين، يعني ف عندنا في الدار خصنا نحيدهم. يعني كنضطروا في هذه المرحلة هذه كنخدموا كاع الخيوطة كندوزهم، لا الخيوطة ديال البولات بالنسبة للسبوتوم اللي كان غيدوز يدوز، بالنسبة للليد اللي كنا غنلصقو حتى هو راه كندوزوه. يعني أي حاجة اللي ناقصة راه كنضطروا أننا باش كندوزوها. كما شفتوا معايا هنا فقلت لك انا، يعني في هذه المرحله كطلب انك يكونوا جوج بكم، يعني واحد اللي يدير الخيط والاخر اللي يجر. كان واحد غير بوحدو كانت صعيبه شويه، بحال دابا انا هنايا غير بوحدي، يعني كضطر انك تدفع الصنده ديالك انت من واحد الجهه وتولي ترجع تيري الخيط، يعني تخدم جيدين بحال يد واحد اللي تيري وليد الاخر لانك تزور به الخيط فين خارج. تقدر ديرها بوحدك، ولكن بالنسبه الى كانت المساحه قريبه راه كتكون سهله باش انك تيري الخيط بوحدك. اما الى كانت المساحه شويه بعيده وكان الخيط طويل كتكون شوية صعيبة. بالنسبة للوانات، الناس اللي كتسولوني على اللوانات اللي كنخدمو بيهم، بالنسبة للقهوة عندك القهوي والكحل، ديما هنايا في ليطاليا كنخدمو بالقهوي والكحل، كيكون هو الفاز. إلا شتي قهوي ولا كحل أعرف راه هو فاز. عندك القهوي وعندك الكحل وعندك غريتزو، يعني كيكون هو الفاز. أما الزرق راه عامة كيكون هو النوتر بحال في المغرب. وبالنسبة الخضر والصفار هذا كيتسمى مساطير، يعني هو بحال لاطير هذاك، يعني مختلف عن المغرب. وبالنسبة للوانات العاديين شحال من واحد كيسحب لي الاحمر، عندك الاحمر وعندك ارانشون، يعني اللوانات اللي مبدلين كاملين، البرتقالي، كلشي هذا كنخدمو بهم الرواتر ديال البولات او الرواتر ديال اللي كنا غنخدمو لي فايبيان. وصافي من بعد فاش كندوزو كاع الخيوطة ديالنا وكيدوزو الكارتون جيسو، كتجي المرحلة التانية الأخرى اللي هي كنركبو فيها الانتيريتور ديالنا، وكنركبو الليت، كنركبو البولات، كنركبو إلا كاين بريزا تا هما كنركبوهم. كدي المرحلة الأخرى اللي كتجي، يعني ملي كنركبو كلشي والخيوطة ديال الانترنيت وكلشي، من بعد كنطلقو الضو وكنسييو. يعني كانت هذه المرحلة، نتمنى باش تكون جمعت لكم كل شيء. وبالنسبة للفيديو الجديد الجاي إن شاء الله غادي نحاول ندير لكم أجزاء، يعني كل حاجة نهضر عليها بوحدها. نتمنى باش تفعلوا مع الفيديو باش تساعدونا على المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.